ألف مبروك يا مدام، حضرتك انت جبت توأم، واضح ان هما الاتنين شبه بعض بشكل غير عادي. الله يبارك فيك يا دكتور، الله يبارك فيك. انا مش عارفة، انا كده هبدأ اتلخبط بينهم اكيد لما يكبروا. مع الوقت يا مدام، مع الوقت هتعرفيهم. حضرتك هتسميهم ايه؟ بص، هما طالما هما الاتنين شبه بعض يبقى انا هسمي واحد غوكو والتاني بوكو. غوكو وبوكو، اسمي مش بطال، حلو على فكرة، حتى شبه بعض. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. أكيد أكيد هيكونوا طيبين وهيكونوا بيحبوا بعض لما يكبروا، وهيكونوا واقفين مع بعض على طول. يا رب يا دكتور، يا رب اللي انت بتقول عليه ده يحصل بالظبط. يعني انا مش فاهم، انت دلوقتي مستفيد ايه وانت واخد مني الكرة ومش عايز تدهاني؟ اديني سبب مقنع يخليك ترخم عليا يا بوكو. غوكو، انا كده كده اصلا ببسط وانا برخم عليك. ايوه ايه اللي بيبسطك؟ مش فاهم، انت مش عايز تديني الكرة بتاعتي ليه دلوقتي؟ غلاسة غلاسة مش اكتر. بجد بجد انا بدأت اتعصب، انت مستفز، ما تخلينيش استعمل معاك العنف يا بوكو. غوكو، ما تخلينيش انا استعمل معاك العنف. انا عارف ان انت اضعف فيني وانا اقوى، خد الكرة دي في وشك. انا مش فاهم بتستفاد ايه. يا ماما يا ماما بقى، شوفي بقى بوكو، شوفي بوكو بجد بقى ده خنيق. ما تشوفي يا ماما، مش عايز تديني الكرة بتاعتي. يا بقى تاني برضو خناقة. بوكو تعالى هنا يا بوكو. نعم يا ماما نعم. عايزاكوا تحكولي ايه اللي حصل، ايه اللي حصل بينكم انتوا الاتنين، وهو حد فيكم يكذبها؟ انا احكي لك اللي حصل يا ماما، احكي لك اللي حصل. غوكو كان بيضايقني وبصراحه عمال يرخم عليا كل دقيقه، مش عارف حتى اقعد لوحدي شويه ولا اقعد هادي ولا عارف اذاكر، فقمت بصراحه خدت منه كره عقاب ليه مش اكتر. وكمان بتكذب؟ طب انت استفدت ايه لما بتكذب؟ والله ما ده ما حصلش، صدقيني انا مش عارف انت ليه عامل كده، شخصيتك ليه غريبه، ليه بتحب ترخم عليا وليه بتحب تكذب وليه كل حاجه بتلبسها فيا؟ انا مش فاهم انت ازاي اخويا، والمشكله انك اخويا توأم. غوكو بس يا غوكو، انا عارفه اني اخوك بوكو كذاب، بوكو كذاب انا عارفه، وانا مش عارفه هو ليه بيعمل كده مع اني مربيه احسن تربيه، والله زيك زيه بالظبط، عمري ما فرقت بينكم. يعني انت بتكدبين انا يا ماما وبتصدقي الواد العبيط ده؟ على فكره انت، انا بكرهك بكرهك، وفي يوم من الايام هزعلك زي ما انت بتزعلني، ومش هعمل حساب ليك ابدا. وبالك يا غوكو، خلي بالك مني. بوكو بوكو تعالى يا بوكو. شفت يا ماما بيهددني قدامك ازاي؟ بيهددني قدامك، انا مش عارف بجد ولا بيكرهني كده، انا ما عملتش حاجه خالص، حاسه شرير كده على طول، على طول بيفكرني بالاشرار اللي انا بشوفهم في افلام الانمي يا ماما. انا بجد بقى تعبت، تعبت منه، مش عارفه ليه بيعمل كده. بص انت لازم تستحمله، انت اخوه برضو الكبير، اخوه الكبير لازم يستحمله. انا استحمله عشانك انت والله العظيم مش اكتر، انا الود ودي ان استعمل قوتي واضربه في وشه والله. احنا موعدين بعض يا غوكو، احنا موعدين بعض ان محدش يستعمل قوته على التاني. ها الاخوات ما تستعملش قوتهم على بعض، يستعملوا قوتهم على الغريب. اوعى يا غوكو، انا اتفقت معاك وانت موعدني. انا عن نفسي يا ماما عمري ما اخالف الوعد، وعمري ابدا ما استعمل قوتي عليه، لكن انت عارفه ان هو اكيد ممكن يخالف الوعد، لانه ما بيفرقش معاه الحاجات ديت اساسا، اخلاقه متدمره. ما تقلقش يا غوكو، طول ما انا عايشه انا هربهولك، هربهولك يا غوكو. غوكو غوكو غوكو، كل حاجه غوكو، مش عارف ليه ماما بتحب غوكو اكتر مني، وليه بتعاملني انا بالاسلوب ده، مع ان انا اصلا المفروض اكون الصغنن وانا اللي اتدلع مش هو. انا بكره غوكو ده جدا. الود ود استعمل قوتي عليه، وقريب جدا ممكن اذيه. انا عندي فكره جامده جدا. ايوه مش كل الناس بتحبه، اعتقد ان كل الناس بتحبه، يبقى انا عندي فكره ان اخلي كل الناس تكرهه. انا اخد توأم وشبهه جدا، البسه في المشاكل كلها لحد ما يكبر ولحد ما يعاني. يا سلام عليك يا بوكو وعلى دماغك. بوكو بوكو قلتلكم انتوا الاتنين اوعوا تضايقوا بعض ابدا، وخليكم في ظهر بعض دايما سند لبعض يا غوكو انت وبوكو، وبطل رخامة يا بوكو على غوكو، ما تضايقش غوكو ماشي؟ انا مش هضايقه اصلا يا ماما،
مش هدايه خالص. ما تقلقيش، ده غوكو ده حبيبي، مش كده ولا ايه يا غوكو؟ من امتى وانت بتعاملني اصلا بالاسلوب دوت يا بوكو؟ حاجة غريبة يعني. فيه يا غوكو، بوكو بيحبك، اخوك بيحبك، ليه كده؟ ليه شاكك ان هو ما بيحبكش؟ شاكك ان هو ما بيحبنيش عشان البصة دي؟ البصة دي ما تطمنش خالص يا ماما. شفت بقى، شفت انك ظالمني؟ والله العظيم بحبك. يلا 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 على المدرسة. انا شاكك فيك والله، حاسك مخبي حاجة، حاسك مخبي حاجة وهتبقى ليا مشكلة بعدين. البصة دي عمرها ما تكون طبيعية ماما. لو حصل حاجة انت عارفة طبعا ان انا عمري ما اكدب عليكي، انا دايما بقولك الحقيقة ماشي. خليك واثق في اخوك، خليك واثق في اخوك يا حبيبي. حاضر يا ماما، اخليني واثق فيه لما نروح المدرسة. مع السلامة. واو، النظرة بتاع بوكو غريبة جدا، حد لاحظ حاجة يا ملوك السعادة؟ بصيته شايفين عاملة ازاي؟ بس طبعا هو هيعمل ايه اخره يعني؟ اخره مثلا هو يمد ايده عليا، وطبعا انا اقوى منه، انا الاقوى مش هو، لان هو على طول فاكر ان هو اقوى مني. لا عادي يعني، لو حصل حاجة هو ده اخره، اكيد مش هيعمل حاجة وحشة، اكيد ممكن ما يعملش اللي في دماغي، ان هو ممكن يستغل ان هو شبهي ويضرني صح؟ لا 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 عمر، هو برضو في الاول في الاخر هو اخوك، واخوك مش وحش، اخوك بوكو اكيد بيحب لك الخير، لكن ممكن بس يكون دي شويه مشاكل بينك وبينه مضايقاه. ايوه ان شاء الله مفيش حاجه، اهم حاجه بس ما اشغلش دماغي بالموضوع. وطبعا زي ما احنا متعودين قبل ما نروح المدرسه في كل مره لازم نقول ويا مساء السعاده بكميات زياده. عاملين ايه احلى ناس في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسوش قبل ما نكمل الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ولو انت لسه ما عملتش لايك دوس يلا لايك دلوقتي يا ملوك السعاده. شكرا جدا لكل كومنتاتكم في الفيلم اللي فات، وكل واحد قال ان احنا عايزين نوصل عمر 100,000 مشترك، شكرا ليكم بجد، بحبكم من كل قلبي. هانت قربنا خلاص على 100,000 يا ملوك السعاده. طبعا لو انت لسه ما دوستش لايك مستني ايه؟ دوس يلا لايك دلوقتي، اللايك ببلاش مش بفلوس. اللايك يا ملوك السعاده بيبقى سبب من الاسباب الاساسيه اللي احنا نوصل لملوك سعاده كتير، وكمان لو انت اول مره تشوفنا وتشوف جيش ملوك السعاده فانت حرفيا فايتك حاجات كتيره جدا. يلا دوس اشتراك وتبقى انت كده انضميت لجيش ملوك السعاده. وطبعا زي ما احنا متعودين لازم نقول 7 اسماء من جيش ملوك السعاده، ودلوقتي اول اسم معانا هو اسم عبد الله، والتاني اسم اسمه محمد، والتالت اسم اسمه ابراهيم، ورابع اسم اسمه نور، خامس اسم اسمها زينب، وسادس اسم اسمه زياد، وسابع اسم هو الاخير اسمه رضوان احمد. شكرا جدا ليكم كلكم يا ملوك السعاده، وشكرا على كل كومنتاتكم. على فكره بقرا الكومنتات كلها، ايوه حرفيا حتى لو اكتر من 200 كومنت والله بقراهم. عايز اقول لكم ان الكومنتات دي بتبسطني اكتر وبتخليني اعمل لكم فيديوهات اكتر واكتر واكتر يا ملوك السعاده حتى لو تعبان. وصح يا ملوك السعاده، اللي مش في سيرفر الديسكورد مستني ايه؟ تعالى يلا دلوقتي السيرفر، علشان عايزين عدد كبير، علشان عايز اعمل بعد كده ان شاء الله فعاليات وهنعمل حاجات كتيره جدا اول ما نوصل ال 100,000، بس لازم يكون في عدد كتير هناك، بحط لكم الرابط تحت في الوصف، ويلا مستنيك هناك. يلا بينا بقى نخش المدرسه. واو هايدي، عامل ايه يا هايدي؟ غوكو عامل ايه يا غوكو؟ اتأخرت النهارده انت على المدرسة. بصراحة غصب عني، انا كنت عايز اقولك على حاجة. اتفضل قول، اتفضل قول يا غوكو. ايه رأيك؟ مش عارف ولا لا ولا لا. صح ملوك السعادة، انا عايز اقول لكم ان هايدي ديت هي البنت الوحيدة اللي بحبها في المدرسة. ايوه، بس في نفس الوقت مكسوف ان اقول لها، والله انا كنت عايز اقول لها ان هي تخرج معايا وساعتها ممكن اقول لها بحبك، بس مش عارف اقول لها ولا لا يا ملوك السعاده. مستنيين ايه؟ طيب يلا انزلوا اكتبوا تحت في الكومنتات. خلي قلبك جامد يا غوكو. ايوه ايه يا هايدي، ايه رايك ان شاء الله بكره بعد المدرسه لو نخرج مع بعض؟ موافقه طبعا يا غوكو، موافقه. انت بتقول ايه؟ اكيد موافقه. خلاص ماشي، هناكل ايس كريم من عند محل الايس كريم بتاع برو كيفن، عنده ايس كريم بالفانيليا طعمه رهيب. وانا مستنيه بكره ان شاء الله يا غوكو. يلا سلام دلوقتي عشان عندي حصه. سلام سلام. وانا بجد مش مصدق انا خدت خطوه وشجعت نفسي ان انا اقول لها. طيب بكره بقى يبقى نخرج مع بعض، يلا بينا على الفصل. برافو عليك، برافو عليك يا غوكو، كويس انك كلمتها قدامي، يبقى انت هتخرج بكره مع هايدي. او بالاصح هيكون انا، على اساس ان انت اللي بتخرج. يا سلام.
غوكو ريح شوية يا غوكو، واضح ان انت مش هينفع تروح المدرسة خالص بكرة يا حبيبي، انت حرارتك عالية جدا وتعبان. لا 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 يا ماما، ان شاء الله انا اخف دلوقتي، اخف على طول وهقدر اقوم وابقى كويس. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انت حرارتك عالية جدا. بص انا كل شوية اقيس الدرجة، الدرجة عندك عالية قوي، وكمان الترمومتر، واضح ان حرارتك عالية. ما يلا روح الدكتور افضل. ياما ان شاء الله ابقى كويس، ان شاء الله ابقى كويس. غوكو اخويا انت كويس؟ ايه يا بوكو؟ ايوه انا كويس يا بوكو. الف سلام عليك اخويا، الف سلام عليك. ماما ما يقدرش على فكرة اخوك يروح بكرة كده المدرسة، هيتعب اكتر. بوكو لا طبعا هقدر اروح، انا بكرة عندي ميعاد مهم جدا في المدرسة. عاد ايه بس، ما ينفعش. المفروض ان انت ما تروحش المدرسة خالص. ماما ما تخليش غوكو يروح المدرسة، انا خايف عليه، اخوه برضو، اخوه خايف عليه. واو للدرجات دي بتحبيني كده يا بوكو؟ انا اسف لو انا كنت مضايقك في اي حاجة، انا اسف لو انا ظلمتك. لا طبعا يا غوكو انت حبيبي، انت بتقول ايه؟ ايوة يا غوكو لازم تسمع كده كلام اخوك، ما ينفعش تروح المدرسة بكرة، ما ينفعش يا حبيبي. ماشي يا ماما ماشي، انا ارتاح النهاردة وان شاء الله بعد بكرة هبقى اروح المدرسة، ان شاء الله اخف. ان شاء الله يا حبيبي، تعال يلا بقى يا بوكو عشان نسيبه ينام. تعالى. حاضر يا ماما. سلام اخويا، تصبح على خير، تصبح على خير ان شاء الله. سلام. سلام يا بوكو. واو طب انا طيب معيش رقم هايدي، اعمل ايه دلوقتي؟ انا معيش رقمها عشان اقولها ان انا كنسل الخروجة. اعتقد ان هي لما ما تلاقينيش هي هتمشي وهتفهم، وبعد كده هبقى احكي لها بعد بكرة عن الموضوع. سلام يا غوكو، واضح ان المدرسة هتبقى بتاعتي بكرة طول اليوم، وطبعا الخروجة بتاعت هايدي هبقى انا هو غوكو. هو غوكو اتأخر كده ليه؟ هو مش كان قايل لي بعد المدرسة هياكلنا ايس كريم؟ هو في ايه بجد؟ انا واضح ان هو كده مش هيخرج، انا كده اتأخرت كتير. هايدي لحظة يا هايدي، انا جاي اهو، انا جاي. عاملة ايه يا هايدي؟ ايه ده يا غوكو مالك، صوتك ماله يا غوكو؟ صوتك شبه اخوك تقريبا، كان اسمه بوكو صح؟ لا ابدا، بس انا جالي برد بس وتعبت شوية امبارح وما كنتش قادر خالص، فصوتي قلب على صوت اخويا بوكو. الف سلام عليك يا غوكو، الف سلام عليك. يلا هتأكلني الايس كريم؟ هتأكلني بقى الايس كريم ولا لا؟ ايوه طبعا ايوه، يلا بينا يلا يلا بينا. ايه رأيك بقى يا هايدي، تعمل ايس كريم جميل صح؟ طعمه حلو جدا جدا بجد بجد، شكرا ليك، شكرا ليك جدا يا غوكو. بصي بقى انا كنت عايز اقولك على حاجة، مهمة جدا يا هايدي. اتفضل قول يا غوكو اتفضل. ايوه انا سامعاك. انا كنت عايز اقولك ان انا بكرهك قوي، بكرهك جدا وما بحبكيش اساسا. انت عارف انا بخرج معاكي ليه؟ علشان باباكي اغنى واحد في بروك هيفن، هو ده السبب مش اكتر. كنت عايز اقولك كده بس عشان ضميري مأنبني وانا بخرج معاكي كده، وفكران ان انا بحبك صح؟ انا بكرهك كره العمى يا هايدي. ايه ده اللي انت بتقوله ده؟ ليه كلامك وحش او كده؟ حرام عليك، انا كنت بقول عليك طيب، انا مش عايزة ايس كريم، انا كنت بقول عليك طيب وكنت بدأت احبك، ليه تكلمني بالاسلوب ده؟ انا مش هتكلم معك تاني، ولو شفتني ما تسلمش عليا، انا غلطانة اصلا ان انا وفيت اخرج معاك، انت غوكو وحش جدا. هايدي لا ما تمشيش. مشيت. طب انا كده اول خطوة عملتها ان اخلي حبيبي غوكو تكرهه. واضح يا غوكو ان انت هتبقى عدوي طالما كده لحد ما نموت. واو اعتقد اني كده خفيت، واقدر دلوقتي واقدر اكلم هايدي. هي هايدي معلش انا اسف ان انا ما خرجتش معاك امبارح، انا بس ما كانش معايا رقمك علشان اكلمك. هي هايدي انت ما بترديش عليا ليه؟ ايه مش هنخرج النهارده؟ انت اكيد زعلانه صح عشان ما خرجتش معاك امبارح. امشي من قدامي، انت ازاي يجي لك عين تتكلم معايا بعد اللي انت عملته امبارح؟ ازاي تيجي لك عين؟ هي ما انا بقولك انا اسف، انا امبارح معرفتش اجي عشان كنت تعبان، والله انا كانت حرارتي عاليه جدا. وكمان بتكذب، كمان بتكذب، امال كان مين اللي معايا امبارح؟ الشبح بتاعك؟ اه
مين اللي كان معاك امبارح ايه؟ انا كنت والله العظيم في البيت، انا منزلتش خالص، انا حتى ما جيتش المدرسة. ها ايه اللي حصل؟ واضح انك مش فاكر وعندك النسيان بيبقى سريع. انا هقولك ايه اللي حصل. انت قلتلي ببقك انك بتكرهني بعد ما وفيت ان انا اخرج معاك، وكنت بتخرج معايا علشان بابايا هو اغنى واحد في بروك هيفن. انت مخادع ووحش جدا. انا بدأت اكرهك بعد ما كنت بدأت احبك. انا بكرهك، ما تكلمنيش تاني. ما فيش غيره. هو اللي عمل كل ده اكيد. بوكو هو اللي عمل كل ده. هتندم يا بوكو، هتندم. يبقى بيني وبينك عداوة من النهاردة طالما انت اللي بدأت ده يا بوكو. عايز تخرب حياتي يبقى هبقى ضدك على طول، وتنسى ان انا كنت اخوك. وبس كده يا غوهان، عايز اقولك ان ساعتها قمت مديله ضربة في دماغه، بعد كده ضربة الكامي هامي، وبعد كده عايز اقولك مفيش بعد كده. هو اصلا بعد الضربتين دول حس ان هو مش قادر يستحمل، فالمجرم دوت عايز اقولك انه خلاص حرم انه يسرق تاني، هو تقريبا مات يعني. واو بابا انت جامد جدا بجد، ايه الجمدان ده؟ انا عمري ما كنت اتصور ان بابايا من اقوى الاقوياء في بروك هيفن. طبعا من غير ما تقول يا غوهان، وان شاء الله لما تكبر هتبقى زي كده بالظبط، بس لما تتكن تكتب كي. طبعا يا بابا طبعا. واو معقول هبقى زيك في يوم من الايام؟ ايوه طبعا اكيد هتبقى زيي، ما انت كده كده لابس لبس زيي وشعرك برضو زيي، فاكيد هتبقى قوتك زيي، انت كل حاجة هتبقى شبه يعني غوهان ما انت ابني. فعلا يا بابا فعلا. عايز اقول لك ان انا ما بخافش من اي حد خالص، بخافش غير بس من ربنا، لكن بني ادم ما بخافش من بني ادمين ابدا. غوكو وتقريبا برضو ممكن تشيتشي، ممكن بس اكون بخاف منها. ماما انت بتخاف من تشيتشي اكتر من اي مجرم في بروك ايفن. ايوه الصراحة تشيتشي بخاف منها بشكل غير طبيعي. هي تشيتشي نعم عايزة ايه؟ انت يا راجل يا موكوس عمال تحكي للواد غوهان بطولاتك، وساب المدينة تتدمر، ساب المدينة تتدمر من اخوك بوكو. هاي هو لسه برضو بيدمر في المدينة؟ ايه في اخبار جديدة يا تشيتشي؟ ايوه يا اخويا في اخبار، هي لسه زارة وعلى قناة الاخبار بتقول ان هو عمال يدمر في بنك بروك هيفن ومش فارق معاه حاجة خالص. ما اعرفش بجد هو ليه ربنا رزقني بالاخ دوت، بس اكيد في حكمة من الموضوع. ايه ما تقلقيش يا تشيتشي، انا اروح انقذ البنك في لحظة. مع السلامة. الانتقال الاني. ماما بابا ايه ده؟ هو بابا راح فين يا ماما؟ ابدا يا حبيبي، راح ينقذ المدينة من مجرم شرير كده وهيجي على طول. ماما بس بابا كان موعدني هاجي معاه. بابا قال لي المرة الجاية لما يبقى في مجرم هاخدك معايا. هو ليه مشي وسابني؟ ليه يا ماما؟ علشان يا غوهان يا حبيبي المجرم دوت مش زي اي مجرم، ده من اشرس المجرمين على وجه الارض حرفيا يا حبيبي. ان شاء الله باباك يقضي عليه ويرجع بالسلامة. ان شاء الله يا ماما ان شاء الله. شيء جميل جدا لما تبقى مستمتع باللي انت بتعمله وتسرق اللي انت عايزه، وساعتها محدش قادر يقاوم قوتك ولا حد قادر يقاومك. واضح انك نسيت ان انا لسه موجود هنا يا بوكو. اخويا الكبير. ايه ده اوعى تقول انك جاي عشان تقاومني وانت عارف ان انا اقوى منك بكتير. لو هنتكلم على القوة فانت عارف ان انا الاقوى يا بوكو، بس انت بتصبر نفسك بالكلام اللي ملوش لازمة ده. ليه بتعمل كده يا بوكو؟ ماما الله يرحمها معلمتناش اللي انت بتعمله ده خالص. ماما كانت معلمانا ان احنا نساعد الغلبان ونقف معاه وما ندرش اي حد ابدا، بل بالعكس ان احنا كنا نحاول نعمر في الارض علشان نسيب حاجة للجيل اللي بعدينا. وبعد كده هنعمل ايه؟ وانت قلت ببقك الله يرحمها ماتت خلاص يا غوكو. صدقني يا بوكو اي حاجة هتحاول تعملها هتضر بالمدينة، مش هعمل حساب انك كنت في يوم الايام اخويا. فاكر الساحة يا غوكو؟ فاكر المدرسة دي؟ بص قدام كده، المدرسة اللي قدامك دي كان في واحدة زمان بتحبها اسمها هايدي. كانت ايام واحنا اطفال، كان اول عمل شرير اعمله وكان هدفي ان اكرهها فيك
ولما نجحت قلت خلاص مكمل في الموضوع، وكنت مبسوط مبسوط او كده لما لقيت على وشك الحزن وعلى وشها الحزن وهي بتعيط بعد ما كانت بتقول انها بتحبك. منظر جميل. بوكو خد يا بوكو. دكتي الكاميامي قوية وجميلة. بس صح يا غوكو، غوهان ابن اخويا عامل ايه؟ اتسلم لي عليه ولا لا؟ اعتقد ان انت قلت له ان انا عمه صح؟ ما قلتلوش ان هو يبقى ابن اخويا؟ بطل كلام بطل كلام يا بوكو، واوعى تجيب تاني سيري تبني على لسانك. خد دي. قوي زي المعتاد، لكن انا مش هحاربك مش هحاربك ابدا يا غوكو، لكن هزعلك بعدين. وانت عارف ان انا من زمان بحب اخد منك كل حاجة بتحبها، واعتقد ان زمان خليت هايدي تكرهك، ولكن في حاجات تانية انت بتحبها لما كبرت. هتتفاجئ بعدين. سلام. ها بوكو، هو كان يوسف ايه لما كان يقول هاخد منك الحاجات اللي بتحبها؟ انا مفيش حد بحبه غير ابني وغير مراتي تشيتشي. اوعى تفكر يا بوكو، اكيد انت سمعني، اوعى تقرب منهم ابدا، لو قربت منهم صدقني هيبقى يوم موتك. ها سمعني يا بوكو. انا بجد مش فاهم، هو بوكو بيستفاد ايه من الموضوع ده؟ انا بجد عايز اعرف، المفروض ان انا اخوه يعني عمره ما كان يكرهني ابدا، بالعكس كان يحب لي الخير. واو اللي حصل، البيت بيتدمر. لا غهان تشيتشي، لا لازم اخش لازم اخش بسرعه. واو غهان تشيتشي، غهان تشيتشي انتوا فين؟ الدخان ده كله غهان تشيتشي، انتوا موجودين جوه؟ لا 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 غهان تشيتشي انتوا فين بسرعه؟ واو غهان مش موجودين مش موجودين هنا. واو اعتقد ان هم مش في البيت. ايوه اكيد ده كان تهديد، تهديد من بوكو، واكيد هو كده خطف تشيتشي وخطف غهان. صدقني يا بوكو صدقني يا بوكو، هموتك قبل ما تلمس حد فيهم. اعتقد ان هو دوت المكان بتاعه، هو دوت المكان اللي هو بيقعد فيه على طول، السجن المهجور لبروك هيفن. طيب يلا بينا، واضح اننا ما قدامناش حل غير اننا نخش المكان المهجور ده. هي ايه كمية الدبان دي؟ تشيتشي غوهان انتوا موجودين هنا؟ تشيتشي غوهان قلتلك يا غوكو، قلتلك اي حاجة بتحبها هسلبها منك، وطبعا هيكونوا هم عيلتك، عيلتك مراتك تشيتشي وابن غوهان. يلا بينا نلعب لعبة لو عايز تنقذهم يا غوكو. ماما المكان المرعب ده يا ماما، انا عايز اروح. غوهان خليك راجل يا غوهان، ما تخافش ان شاء الله بابا غوكو هينقذنا. ايوه انا متاكده. هي اسمع كويس اسمع كويس يا بوكو، هم مالهمش ذنب في اي حاجه، الموضوع بيني وبينك انا. ها اوعى تدخلهم في الموضوع. اسف يا غوكو، ولكن هم اساسي الموضوع. قول لي طب عايز تعمل ايه عشان تسيبهم؟ قول لي. هنلعب لعبه حلوه، لعبه حلوه جدا. ايه هي؟ ها هي واخلص. هتقول كل حاجه كنت مخبيها عن ابنك. قول له انا مين، قول له انا مين يا غوكو. حاضر خلاص، بس اوعى تلمسه. هاي غوهان الراجل دوت يبقى عمك، عمك شرير مش كويس، علشان تبقى عارف ده كان للاسف اخويا الصغير. ده عمو. طب ليه ما قلتليش من اول؟ ليه كده يا عمو؟ ليه عايز تأذيني؟ انا ما عملتش حاجه، انا وماما ما عملناش حاجه، ده احنا المفروض نكون قرايب. وهو ده يفهم حاجه في القرابه؟ هو ده يفهم حاجه في القرابه اصلا يا غوهان؟ ده راجل شرير ما عندوش دم نهائي. ازاي يا ابوك يمنعك من السنين دي كلها؟ انا عمك حبيبك، يبقى لازم علشان اللي عمه يحبه، ويبقى اللي عمه يحبه لازم يموته، وانت هتموت انت وتشيتشي. انا غضبان دلوقتي غضبان. اعتقد ان كان كلامي واضح لما قلت لك اوعى تقرب منهم ابدا. خد امسك. ايه انتوا كويسين؟ ايوه انا كويسه انا كويسه يا غوكو، وريله يا غوكو قوتك، موته علمه الادب. بابا
انا مش عارف، حاسس ان انا مش عايزك تموته علشان هو عمي، ولكن كان عايز يأذينا، بس انا خايف. ايه غوهان، ابن غوكو ما يخافش ابدا، انت ابني والمفروض انك تبقى راجل، اوعى تخاف، ده بل بالعكس المفروض انك كنت تواجهه معايا، بس انا اعذرك عشان لسه قوتك مش قويه دلوقتي. يلا هقعد عليه وهجيلكم. شفت اخرتها يا بوكو؟ استفدت ايه؟ ها استفدت ايه بعد ما انت عملت كده؟ فاكر ماما لما كانت قايله لنا اوعى حد يستعمل قوته على اخوك التاني؟ ما احنا قلنا بقى ربنا يرحمها. ها خد يا غوكو. ماما دلوقتي لو كانت عايشه وكانت شافت اللي بيحصل بينا كانت زمانها فعلا اتحسرت علينا، لكن انا عمري ما هسيب ابدا حق اهلي تشي تشي وحق ابني، ده غير كمان اللي انت عملته فيا زمان، فاكر ولا مش فاكر؟ انا اسف بجد يا بوكو، ولكن خلاص مفيش حل غير نعمل كده معاك. هو فاكر ان هو اذاني من الضربه، فاكر ان هو قتلني، لكن لا غوكو هجيلك تاني، كويس اني عرفت اهرب من قوه الضربه ديت، مسيري ارجع وانتيم. برافو عليك يا غوكو، عرفت تهد عليه، هو يستاهل بصراحه، يستاهل عشان هو مش كويس. بابا اول مره اشوفك وانت بتحارب بجد، واو قوتك غير عاديه. ايوه قوتي غير عاديه، لكن برضو انا ما كنتش عايز اموته، انا متاكد ان هو قدر يهرب من الضربه لان ضربتي كانت بطيئه وانا كنت قاصد، لكن هو اتاذى. انا اسف يا ماما، انا اسف لكل الوعود اللي انا وعدتها لك، وللاسف انا برضو خالفت الوعد، ولكن ده كان غصب عني والله، هو كان عايز يقتلني وكان عايز يموت مراتي وابني، لو انت كنت موجوده كنت هتفهم انا قصدي ايه. جاهز يا غوهان؟ النهارده نتعلم اول درس لقوه السيان. ايوه جاهز طبعا يا بابا جاهز. استنى بس انهي الفيديو الاول وبس كده يا ملوك السعاده، ويكون فيديو النهارده خلص، يا رب يكون الفيلم عجبكم، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تدوس لايك واشتراك في القناه عشان تشوف كل فيديوهاتنا الجايه الجامده، وسلام.